السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي. بإذن الله تبارك وتعالى كنت وعدتكم من قبل بزيت لعلاج ألام الركب، لعلاج ألام الركب وأسفل الظهر، التشنجات العضلية أو ما يسمونه بالروماتويد أو الروماتيزم. بإذن الله تبارك وتعالى كل هذه الألام والتشنجات العضلية والأعصاب في هذا الزيت بإذن الله يعالجها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الزيت يحتوي على 11 زيتا، 11 زيتا لا يدخل فيهم زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون خارج هذا الزيت، يعني لا يوجد فيه نقطة واحدة من زيت الزيتون بإذن الله. هذه تركيبة من وصفاتي جمعتها لكم وهي فعالة بإذن الله تبارك وتعالى وغنية حتى بالرائحة الطيبة. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى سأذكر لكم كل الزيوت التي توجد في هذه، وهذه إن شاء الله توجد فيها قرقوم بلدي، يعني قرقوم أصلي بإذن الله، تأكلون فيه 3 ملاعق في اليوم، يعني ملعقة في الصباح، ملعقة في وسط النهار، ملعقة في المساء. هي تعالج التهاب الداخلي، التهاب الداخلي، وتسخن الجسد، يعني تسخن هذه المفاصل الجسد وتسخن الجسد وتعالج الالتهابات التي تكون في داخل الجسد. يعني ملعقة في الصباح، ملعقة في وسط النهار، ملعقة في المساء، تشربونها بإذن الله تبارك وتعالى مع من الماء مع هذا المسحوق من قرقوم بلدي. والزيوت التي تكون في هذه بإذن الله، هذه الزيت يحتوي على 11 زيتا، الزيوت التي يحتوي بها كتبتها لأنها 11 زيتا، منها زيت الزعتر، زيت السداب وهو الفجل، زيت القرنفل هي 3، زيت الكافور، وزيت الأزير، وزيت الخزامة بإذن الله، وزيت النعناع، روح النعناع، يعني روح النعناع، روح القرفة بإذن الله تبارك وتعالى، روح زيت فليو الروح الأساسي، وتوجد في هذا الزيت زيت السيرو، وتوجد في زيت الحرمل بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا قمنا بحسابتهم نجدهم 11 زيتا بإذن الله تبارك وتعالى، كلها مركبة في هذا الوصفة، في هذا الزيت لعلاج الألم الركب، ويعني لا توجد فيه نقطة من زيت الزيتون، خالية من زيت الزيتون بإذن الله، كي بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا ما أقول شهيد بإذن الله تبارك وتعالى، والله على ما أقول شهيد بإذن الله. لذلك إخواني أخواتي، من اشترى هذا الزيت لعلاج ألم الركب نعطيه هذه القرقوم ليشربه، هذا مجانا، يذهب مع هذا الزيت بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك هذا الزيت يستعمل بإذن الله تبارك وتعالى، تدهن به الركب والمفاصل وكل ما تعانيه من الأقدام وكل الأعصاب والتشنجات. يعني عندما لا تستطيع أن تثني ركبتك في مثلا في السجود، تدهن ركبتيك وتقوم بدهنها جيدا وبإذن الله تبارك وتعالى، وتقوم بتحريكها، فإنها ستتحرك العضلات وستتحرك التشنجات، والعروق بإذن الله هي التي تصلبت ستتحرك بقدرة الله السميع العليم. وتدهن 3 مرات في اليوم بإذن الله، فلا بأس إذا دهنت 3 مرات في اليوم أن تدهن قبل النوم، فإنها ستؤثر عليك، ولا بأس إن شاء الله بأن يعني تقوم بتحريك الزيت على جلدك حتى تدخل الزيت في مسامي الجسد بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أراد هذه الوصفة كما قلت لكم نبيع هذه عبر قناتنا، ومن أخذ هذه نعطي هذه مجانا. من أراد أن يشتريها بإذن الله يتواصل معي على الواتساب في هذا الرقم الذي يصب على الذي يوجد على الشاشة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,